يمكن أن يستغرق بناء السمعة 20 عاماً وهدمها لن يتجاوز سوى 5 دقائق فقط. فإذا كنت تضع هذا الأمر دائماً في ذهنك فحتماً ستفعل الأمور وبشكل مختلف. واهتم دائماً باكتساب ثقة الأشخاص لأنها ثروة لا تقدر بثمن. قدم وارن بافيت هذه الوصية في سياق تطوير الذات والمشروعات، حيث أن العلاقات العامة هي من أهم أدوات النجاح وتشكل رأس مال بحد ذاتها. ومن أوجه تطوير استثمارك هو صقل مهارات التفاوض، حيث قال في هذا الشأن: وضح كل شيء يتعلق بالعمل أو الصفقة قبل بدئها، حيث أن قوتك التفاوضية ونفوذك على المساومة يكون أكبر قبل بدء العمل. وتذكر بأن التفاصيل الصغيرة هامة، وأنا دائما عندما أستثمر أبحث أولا عن الشركات التي تهتم بتلك التفاصيل. تابع معنا المزيد من وصايا عباقرة الاستثمار.